هناخد فاصل قصير مع العريس، قارئ ايتين حلوين النهارده في صلاه الجمعه هنسمعوا منه ان شاء الله في دقيقتين، وبعد كده نبدا مع فضيله الشيخ محمد الصاوي، وهو قاعد يقول لي ما تدبسنيش في حاجه، واللي في راسه بقى حاسس ايه عليها، لكن ان شاء الله مش هفوتها للشيخ محمد حفظه الله. فليتفضل. اهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية تزف مني اليكم، ما اجمل الدنيا وانتم فيها، وما اقبح الدنيا وليس فيها انتم. شرفتونا والله يا اخواني، وانا سعيد بحضراتكم، واسال الله العلي القدير ان يسعدكم دائما، وان يبارك فيكم، وان يحفظكم من كل مكروه وسوء. والله أنا سعيد جدا بحضور مشايخنا الكرام، أسأل الله العلي القدير أن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جزا الله فضيلة الأخ الفاضل العريس المبارك محمد جابر جبر الله بخاطره إنه على كل شيء قدير. وطبعا إخوة الكرام القرآن هو خير بداية وخير نهاية ومع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله فليتفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اخواني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول العروسين في هذه الليله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كبا. اللهم من كان من الشباب اعزبا فارزقه زوجه صالحه. ومن كانت من فتياتنا عزبا فارزقها زوجا صالحا. اللهم انا نسالك ان ترزق كل محروم من الولد والذريه بالولد والذريه الصالحين. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم ان تجعل هذا اللقاء وهذا العرس في ميزان حسنات القائمين عليه الذين تسببوا في ان يكون هذا اللقاء على السنه. والله يا اخواني في الطريق اليكم مرينا على ثلاثه افراح غناء ورقص ومعاصي. اما هذا المكان الان من اول الشارع الى اخره الملائكه تحفنا الى اعلان السماء. اقسم بالله الشارع هذا الان يا اخواني في ملائكه. هذا المكان في ملائكه. بجواركم الان ملائكه الى اعلان السماء. ما الدليل؟ اسمع ركز يا ابني. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر يبحثون عن الأماكن التي يذكر الله جل وعلا فيها، فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بغيتكم. زي ما الشباب يقول لك تعالى عم الشيخ ده في فرح هنا جامد، في فرح كبير. الملائكة تقول هلموا إلى بغيتكم، تعالوا ليس كم مليانة معاصي ومنكرات إلا في شارع واحد بس النهارده الجمعة. الملائكة تجتمع في هذا المكان لأنه يذكر فيها الله جل وعلا. فإذا صعد إلى الله إذا صعد لا أقص بسرعة أقص وتنزل بسرعة عن يسوع. فإذا صعدوا إلى الله جل وعلا يقول الله لهم: كيف وجدتم